السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متتبعات ومتتبعين القناه، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو يعجبكم ويلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. قبل ما نبداو ان شاء الله كنبغي نشكركم جزيل الشكر على الدعم والتفاعل ديالكم للقناه، وهذا في حد ذاته تحفيز بالنسبه لي باش نعطي المزيد ونكون عند حسن ظنكم ان شاء الله، وهو ايضا تشجيع القناه باش تستمر وتكون في القمه باذن الله. كنتمنى ايضا الناس اللي اول مره تيشوفوني ويعجبهم المحتوى يشتركوا في القناه ويفعلوا زر الجرس باش يوصلهم كل ما هو جديد، ويديروا لايك وكومونتير الفيديو. بسم الله نبداو على بركه الله. السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. تنرحب بكم اليوم معايا في فيديو جديد. اليوم غنحضروا مع بعض واحد الحلوه اللي سهله واقتصاديه، مكونات بسيطه يمكن لنا نحضروها كسواء المناسبات ولا البوتي دوازاتي. يلا ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. كنحتاجو لها كاس ديال العبار، كاس ديال العنب البنات، كاس ديال الكاوكاو هنايا حمرتو طحنتو، نص كاس ديال السنيده، كاس الى ربع ديال الزيت، لابخيغي هنايا 250 غرام من الحجم الصغير، جوج ديال الخمارات، واحد المكون اللي هو كيجي فيها زوين كيعطي واحد النكهه زوينه، هاد السكر بنكهه زهره البرتقال. الا ما عندكمش متواجده البنات يمكن لكم ديروا الفاني، ورشه ديال الملح، قبصه ملح، و500 غرام ديال الدقيق من النوع الممتاز ديال الحلويات. وبالنسبه للتزيين البنات كنحتاجوا سكر ثقيل ولا سكر كلاصي، المهم سبيسيال هذا اللي ما عندكمش يمكن لكم ديروا العادي، وكاوكاو صغير هذا الاحمر للتزيين. ندوز البنات لطريقه التحضير. كناخذ هنايا الفرص ديالنا 500 غرام، قبصة ملح، والزبدة هذه، كنبقاو نخدمو البنات هكا الزبدة مع الطحين حتى كيتلبسو لنا داك الحبيبات ديال الطحين كاملين بالزبدة. كنرملوها مزيان هكا، كنما يلبس السر ديال الغريبة هو هاد الزبدة، نرملوها مزيان مع الطحين. باش كتجينا غريبة هشيشة وكت المهم كيما تنقولو حنايا كتفقع علينا. كتشقق الغريبة هو السر ديالها، هي تجي مشقة. هانتوما شفتو البنات خدمنا داك الزبدة مزيان مع الطحين. كنضيف داك الكاس ديال الكاوكاو اللي محمر ومطحون، سنيدة، نص كاس، نخلطها مزيان، نخلطو المقادير مع بعضياتهم،
كنضيف هاد السكر بنك الزهر البرتقال اللي ما عندهاش البنات يمكن لها دير الفاني، ولكن انا نبغيكم تجربوها بهذا المكون هذا كتجي زوينه ومهم كتجي فيها واحد النكهه خاصه. كنضيف الخمارات كنبقى كنضيف الزيت، كنضيف الزيت البنات بشويه بشويه. تبقى نخدموها غير الاطراف ديال الاصابع ديالنا، ما كنعجنوهاش. نضيف داك الكميه اللي بقات لي ديال الزيت، ما هي البنات بدات كتجمع، كنبقاو نجمعوها غير بشويه بشويه حتى كيتجمع العجينه ديالنا. هاد العجينة ديالنا البنات جمعات، شفتو كيفاش كتجي؟ ناخد واحد الكمية ونشوف واش أنها صافي بدات. هانتوما شوفو البنات هاهي جمعات، ها كيفاش العجينة بنات كيجي. المهم نبداو دابا نشكلوها كويرات، نديروهم توستين ما صغار ما كبار. نعاود نقص منها شويه دابا مزيان هكا هاد الحجم. المهم البنات هذا هو الحجم انا اللي درت، كنفندوها في السكر ثقيل ولا سكر كلاصي سكر بودر، وكنفضوها شويه ونحطوها في اللاطا مع دخل الفرن. كنبسطو بحال هكا شويه
كنشدو كاوكاو. المهم بغيت تزينيها باللوز كاوكاو، بصيت انا خدمتها بالكاوكاو، بغيت نزينها بكاوكاو. كضغطي على الكاوكاو بحال هكا، المهم ما نخافش هكا، كتساعديها انها تشقق في الفرن، ما نخافوش الا تشققات بحال هكا. ها نتوما البنات، وكنبقاو مستمرين حتى كنعمروا اللاطا ديالنا. ها نتوما على هذا الشكل، ندوها في سكر كلاصي. نحطو الكاكاو ديالنا هكا ونضغطو شوية، كنضغطو عليها بحال هكا من باش كنساعدوها انها تشقق. المهم هنا غنعمر لاطا البنات وغندخلها للفرن. بالنسبة للفرن كنحطها لتحت وكنكون شعلالها من الفوق حتى كتشقق، عاد كنطلعها تكمل طيابها من الفوق. هنا البنات ثانية اللاطا ديالي غادي ندخلها للفرن. هيا البنات دخلتها للفرن، مهم على نار مهيله كطيب بالمهل، ماشي ما تجهديش البوطه باش ما كتحمرش وتشقق ما كتشققش. كنقصوا لها النار ونخليوها طوب على مهل حتى كتشقق لينا، عاد كنطلعوها الفوق وتكمل الطياب ديالها. ونتلاقاو من بعد البنات من بعد ما نكمل الكميه ديالي كامله، ونتلاقاو نشوفوا الشكل النهائي ديالها. هيا البنات من بعد ما تشققات طلعتها الفوق باش تحمر. واللاطا الاخرى هي راني دخلتها باش حتى هي تشقق.
الطياره بدات كتشق. دابا راه تحمرات هي من التحت تما بنات. غادي نهبطها باش يتحمر الوجه ديالها ونطلع الاخر الفوق ونطلقها باش نشوف الشكل النهائي ديالها. هاهو البنات الشكل النهائي ديال الحلوة ديالنا من بعد ما طابت وخرجناها من الفرن. نتمنى انكم ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تدعموا لي لايك وتابوناو في القناة اللي مازال ما تابوناش يتابونا في القناة. وبسلام عليكم مع فيديو جديد ان شاء الله.